السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم من مدينة الجديدة دور X100V استعدادات الصيد. انا السعد مولانا هاش لقينا السبورت هذي عرض صاحب شي يدوس شي واحد حتى واحد مبغي يدوس لكن No, what it is. كطاك واش دير دي حاسنا ما تكبك حلوة ديالكم هاد اللعيبة هادي حسن من الاخرى هنا ضاربة شميشة سو نجيو نجربو هنايا شنو غيصدق رحلة الصيد بحال ما هكا كتكون تبقى واقف شي سبوت لازم تلقى شي سبوت تخيلتي فيها شي لقطة تبقى تسنى الفريسة ديالك يدوز من قدامك وها نحن في المدينة القديمة للجديدة الملك يكتشف مش بالك نقش ليش Oh,
تما نهز معاها كل شي حاجه صح. بانت لي الشمس طلعت ورجع لها السبوت الاول. من بعد كوس كافي عاودو نجيو دابا نشوفو على الاقل دابا طلعت الشمس بعدا ماشي بحال الزويله. صورت لكم ولكن تدخلنا من المدينه القديمه وصلنا حدا الباب ديال داك الصور ديال ديك اللعيبه ما عرفتش شنو سميتها اكتشفنا بلي راه تيسدو. هاي اخوات مشينا لقينا البيبان كاملين لي زاكسي مسدودين سو حنا جينا وثاني لهاد البلاصه ديروا اخر جوله قبل ما نودعوا مدينه الجديده بلي ديجا المرجع يا اخواتنا. النص فوق نصورك شي حاجه شو هذا الكاميرا صافي المهم جربنا المدينة هذه نتمنى يكون عجبكم الفيديو وإلى هنا نختم رحلتنا في مدينة جديدة وإلى اللقاء.
مزيان تشد الصايع اسحب ليا جات عاليه شويه واخا ما تشدش الريفليكسيون ديال المهم عندي كندير اتميلو لتحت اتبعو Thank you.